عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم اي دروب جديد، اول مرة راح نقوم بتسجيل عليه، لذلك تابعوني الاخر. اي دروب يفتح بهذه الواجهة، نضغط نملي اول المعلومات المطلوبة، نضغط ريجستر، ننتقل إلى دخول التسجيل كما تشاهدوا. بعد التسجيل يجب أن تذهبون إلى عنوان الأدرس إيميل الخاص بكم لتفعيل الموقع. بعد ما دخلنا بوت ايميل خاصة بنا، نضغط هنا فيريفي ايميل، نضغط لوجن. الان قمنا بتفعيل ايميل، هنا يطلب منك رقم الهاتف، تاريخ ميلاد والبلد. والآن دخلنا الموقع، كما تلاحظوا يعطينا 10 دولار عند أول تسجيل بعد أن تفعل الإيميل الخاص بك. بعد ذلك لكي نحصل على نقود إضافية، ننسخ رابط الإحالة وأن نشاركها مع الأصدقاء. نذهب إلى ولن نرى، لكي نسحب 10 دولار هذه لا نستطيع، يجب كما قلت إحالات لزيادة الدخل. تستطيعون مشاركة الإحالة مع الأصدقاء الخاصين بكم أو الأصدقاء على الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي. هنا السحب، تستطيع السحب على إيثيريوم والـ USDT. هذا السحب، نجربوا السحب على ونتضع عنوان المحفظة الخاصة بك، هنا الكمية، هنا كم تصلك العملة. أتينا هنا بيكو، كما تلاحظون هذه الباقات للموقع. هنا لكي تستطيع شراء هذه الباقة يجب أن يكون عندك 11 دولار، ولهذا قلت لكم إحالة واحدة فقط تستطيعون شراء الباقة والتعدين على العملة بشكل سهل وبسيط. قد ما تكون عندك الإحالات، يزيد عندك البيع تاع النقود. ريفيرال الخاص بكم تجدونه هنا. ريفيرال الخاص بكم تجدونه هنا كما تلاحظون. نضغط فقط كوميسيون،
كما تلاحظوا لهنايا السحب يكون على الـ USDT على عملة الدولار أو هذه العملة، و ZC هذه الوالات، وعدد الريفيرال اللي يخرج هنا تجدونه هنا. المهم هذا موقع جديد، إن شاء الله بعد نشره على القناة وعند السحب سوف أقوم بفيديو آخر لكي أثبت لكم أن الموقع يسحب، مع أني سمعت عنه أنه يعني موقع ما شاء الله لا بأس به. حنا ما نخسرين والو، نجرب هذا الموقع جديد ونشوفو، ما نخسرين والو. المهم كان هذا هو الشرح خاوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.